كشفت مرسيدس اليوم رسمياً عن سيارتها GLA 45 AMG واللي تم تدشينها لأول مرة في معرض ديترويت. طبعاً التصميم الخارجي للسيارة تصميم رياضي وشرس، تشمل في الصدامات الأمامية والخلفية شبيهة بشقيقتها الصغرى اللي هي الـ A45 AMG والـ CLA 45 AMG. طبعاً الشبك الأمامي جديد، يفصله قضيب معدني واحد بدل من الاثنين في النسخة الأساسية. طبعاً حصلت على نظام تعليق رياضي ومكابح عالية الأداء ونظام عادم رياضي كذلك. أما من الداخل، تم تزويد السيارة بعجلة قيادة رياضية وتلبيسات من الكربون فايبر والجلد. أما بالنسبة للمحركات، تم تزويد السيارة بنفس المحرك الموجود في CLA 45 AMG و A45 AMG واللي يعتبر أقوى محرك، مكون من 4 سلندر وفقاً لمرسيدس، وهو عبارة عن محرك تربو سعة 2 لتر بقوة 355 حصان، ويرتبط المحرك بناقل حركة DCT أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، يوفر أنماط القيادة العادية والرياضية والاقتصادية كمان. تتسارع السيارة بهذا المحرك من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في حوالي 4.8 ثواني قبل أن تصل لسرعتها القصوى اللي هي 250 كيلومتر في الساعة. طرحت اليوم مرسيدس مجموعة السي كلاس كلها بمجموعة محركات مختلفة على السيارات اللي شايفينها معايا. طبعاً السيارات هذه تعتبر مجموعة ثانية من المحركات. طبعاً السيارات هذه تتضمن هذه المحركات الجديدة، منها محرك V8 مع شاحن توربيني مزدوج في طراز AMG اللي هو C63 AMG، يمكنه توليد قوة 493 حصان، وتتضمن مجموعة المحركات الأولى في الجيل الجديد من مرسيدس السي كلاس موديل 2015، محرك يعمل على الديزل بسعة 2.1 لتر مع شاحن توربيني يولد قوة 168 حصان في طراز C220 بلوتيك، ومحرك بنزين سعة 1.6 لتر بقوة 154 حصان في طراز C180، ومحرك بنزين سعة 2 لتر بقوة 181 حصان في طراز C200. طبعاً بعد ذلك بفترة قصيرة حيتم طرح محرك بنزين سعة 2 لتر مع شاحن توربيني في طراز C250 بقوة حوالي 208 حصان.